مرض التصلب اللويحية والتصلب المتعدد هو مرض يصيب الجهاز العصبي للإنسان، أين تعد مشاكل الجهاز العصبي الذاتي من بين الأعراض والعلامات التي تنبه بتعرض الشخص له. وللتعرف أكثر على مرض التصلب اللويحي نتابع جانبا من التفاصيل في تقرير جمال الدين بوشة. فقدان للتوازن، تشوش في الرؤية، وتعب شديد، كلها مؤشرات لخصها الأطباء في أعراض خطيرة لمرض التعصب اللويحي. هذا المرض المتعدد هو التهاب ناتج عن تلف في الغشاء العازل للعصبونات في كل من الدماغ والحبل الشوكي. هذا مرض يصيب الجهاز العصبي المركزي، المخ والنخاع الشوكي، وقادر يكون ما نلقاوهش ما نصيبوش الطن، يكون يقدر يوصلنا للهانديكاب. هدفي الاسمى انني نعرف الناس بهذا المرض باه جوستومون ما نوصلوش للهانديكاب. يعاني حوالي 3 ملايين مصاب عبر مختلف دول العالم من غياب علاج فعال لمرض التعصب، وكل عام يفارق الالاف منهم الحياه، إلا أن وجود مراكز متخصصة في الحد من أعراضه أمر ساهم في بعث ثقافة الوقاية قبل العلاج، وهو ما لا تتوفر عليه الجزائر. أنا عرفت درت اون ديبلوبي، معناتها كنت نشوف دوبل، ومن بعد خرجوا أعراض دوطخ زيفي نورولوجيك، هما اون باراليزي دو لا مواتيي دو كور. ومن بعد سيتي مع لوبيتال رحنا للمستشفى، تما داروا ايزون بوزي الدياغنوستيك بلي سيتي سكليروز اون بلاك. بون انا هاد المرض بون دو بي كو جو سوي فارماسيان تعرفت على هاد لي كا دوتو ايمونيتي. جي في دي ايبيزود دو ديبلوبي مي جي اون ا با لي ميدسان مازالو ما نون با فيكسي ان دياغنوستيك. إنشاء فيدرالية وطنية لمرض التعصب المتعدد هو ما سرعت إليه بعض الجمعيات الفاعلة في مجال الصحة، رهان قد يبعث أملا جديدا لكل المصابين بالمرض، كما من شأنه أن يكون بشرى لكل من فقد الأمل في الشفاء.